خلينا نشوف يزن شو بحكي لنا على تريتمنت والكيراتين وقصات وصبغات الشعر لعام 2018. مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم بفقره خاصه معنا اخصائي الشعر يزن. اهلا وسهلا فيك يزن. اهلا وسهلا فيك يزن. بالبدايه تحكي لنا ليش اخترت الفير اليوم كتصريحه؟ اخترنا الفير لانه هلا الفير هو اللي دارجه موطه واحد، وثاني شيء دائما نختار احنا الفير حسب الستايل اللبسه اللي هي لابسيتها. عايش بيعتمد يعني حسب اللبسه اللي هي لابسيتها احنا بنعمل لها، وفي للفير كذا طريقه، فاحنا هلا الويفي هو اللي دارج فعشان هيك عملنا لها ويفي. طبعا الميك اب والدرس بياثر على انه تعمل فير او تختار تسريحه ثانيه، صح؟ هلا دائما بنعتمد دائما رفع الشعر او الشنيون دائما نعتمد عليه حسب الفستان اللي هي لابسيته، ظهره مفتوح له قبه ما له قبه، فبناء عليها بنرفع رفعه نص رفعه نعمل ويفي يعني زي هيك. طيب يزن اكيد احنا من كثر ما بنستشور او بنعمل فير شعرنا بده يخرب، بده يصير عندنا تخصف، ايش الحل؟ هلا الحل اللي هو دائما لازم نعالجه نعمل له تريتمنت، لازم كل شهر ونص شهرين ماكسيموم لازم نعمل له تريمينج للشعر، ما نطول عليه اكثر من هيك. واللي اهم من هذا الحكي كله دائما يوم ما نيجي نتحمم ما نخلي شعرنا مبلول ونطلع فيه بالهواء، لانه هذا بيقصف لنا الشعر كله. فلازم يتنشف الشعر قبل ما نطلع فيه. تمام. طيب يزن ايش هلا القصات الدارجه ب 2018؟ هلا القصات الدارجه ب 2018 هو كله قصير فيه ستيبس، وزي قصتك انت مثلا زي اللي قصيت لك اياها هاي، انه فرنسي بس على فرنسي طويل، بيجي شعر القصير من ورا ومن قدام بيجوا طوال. تمام. طيب ايش الوان الصبغه؟ الوان الصبغه هلا درجه موضه النحاسيات، البنيات اللي بجميع انواعها، اللي بالشوكليت اللي فيه شويه حمار، الاشقر الغامق، هاي الالوان هلا الدارجه. هلا بطل موضه الامبري صح؟ هلا صارت تخف هاي الموضه لانه خلص يعني هلا صار ولا في الهايلايت ولا صار عندنا في مثلا انواع كثير، كاليفورنيا مثلا في كثير شغلات صرنا نعملها بدل مثلا الامبري، لانه خلص ما موضه الامبري بلشت تختفي. طب في فتره طلع الشعر الجري موضه، هلا الشعر مثلا اللي فيه كله جري هذا هلا كمان موضه. هذا ستايل، وهذا بيسحب لنا احنا كل دائما الالوان الحمار اللي بالشعر الجري، فطبعا موضته بتضل هاي وراح تضل. طيب يزن هلا نحكي عن الصبغه شوي، نتطرق لموضوع انه مثلا حكينا فيه بالموضوع بالحلقه الماضيه لما الوحده بدها تصبغ شعرها، قديش صعب لما يكون مثلا زي هذا الشعر انها مثلا تصبغ للون مثلا، قديه مخاطره انه اسود او احمر؟ طبعا هلا هاي مخاطره كثير كبيره، لانه احنا كعرب دائما منبت شعرنا يوم ما يطلع بيطلع الاسود فيه نسبه حمار، فاحنا عشان هيك دائما اول ما نسحب اللون بيطلع معنا على اورنج. بس هلا بالنسبه مثلا للاجانب وهيك منبت شعرهم بيطلع فاتح، فهلا انا يوم ما انا اعمل لها لون بيعطيني اللون اللي بدي اياه. بس احنا بالنسبه للعرب اللي بتيجي مثلا واحد شعرها اسود تحكي لك انا بدي اياه اشقر اشقر، طب انا بقدر اعمل لك اياه بس في المقابل راح اخرب لك شعرك، راح ينشف، راح يقصف شوي، وصعب يرجع للون الطبيعي صح؟ طبعا صعب يوصل، لانه اي لون بيكون طبيعي وبنصبغ لمره واحده صعب يرد يرجع الشعر هو خلص، لازم ضل دائما لازمها الصبغه. طيب يزن ايش بتنصح المشاهدين كنصائح انه كيف يديروا بالهم على شعرهم لما بده يقصوا القصات الجديده بشكل عام طبعا او الصبغات؟ بدنا ندير يعني بالنا مثلا هلا مثلا بنقص الشعر احنا دائما، بس من بعديها لازم الزبونه هي تساعدنا عشان نقدر نحافظ على الشعر نفسه، مثلا لازم هي تعتني فيه انه دائما تعمل له تريتمنت كل فتره، لازم من بين شهر ونص لشهرين دائما تعمل له تريمينج. يزن تحكي لنا عن الكيراتين، شو هو الكيراتين؟ الكيراتين هي مادة أول ما ننولد هي بتكون بشعرنا، مع الأيام مع الحمامات مع الصبغات بالنسبة للناس اللي بتسبح بتبلش تطلع هاي المادة من شعرنا، فهم رجعوا اخترعوها عشان نرجع نعززها للشعر. بنعم؟ مادة الكيراتين بتنعم، بتشيل النفشة من الشعر، بتعطي شايني للشعر، بتعطي لمعة، بيصير السشوار بالنسبة للناس اللي بتسشور بالبيت بتصير أسهل عليهم إنهم يسشوروا بالبيت، بتصير ملمسه ناعم للشعر، بتسشور معه بسرعة، بيشيل النفشة،
بيعطيه شايني للشعر، كتير بيعمل فوائد منيحة للشعر. الناس فاهمة مبدأه غلط، بحكي لك بتك الشعر وبيخرب الشعر، هي لا، هي مواد طبيعية بس هو بيعتمد حسب النوع اللي بنحط على الشعر، بناء عليها هو اللي بيقرر. بس في له مدة ولا كل قد ايه لازم هو ينحط؟ المفروض هلا كل 6 اشهر احنا نعمله كل 6 اشهر، بس في ناس للي بصبغ مثلا لا، احنا بننصحهم كل مثلا 4 اشهر انه يعملوه، لانه مع الصبغه مع الكلور تاعت الحمامات هاي كلها بيرجع بيروح. بس هو مو مضر لانه زي ماده لا بالجسم؟ لا هو مش مضر، بحكي لك لانه هو بيعتمد دائما على حسب الماده، فإذا كانت المادة منيحة لا ما بتضر نهائيا، بالعكس هي بتنفع. شو ما كان نوع الشعر بيخليه سابل؟ طبعا يس، حتى لو كان كيرلي؟ لو انه كان كيرلي، هلا هو ناس فاهمين غلط مبدأه، فاهمين انه الكيراتين بيعمل الشعر ستريت، هو ما بيعمل الشعر ستريت، بس بنعم هو بيعمل ريلاكسيشن للشعر، يعني بتكون فيها كتير كيرلز فهي بتخف الكيرز منه بس ما بتخليها واقفه. في ناس بيجي بيحكي لك انا ما بحب شعري يوقف، هو ما بيوقف، هو بيعمل ريلاكسيشن للشعر، يعني الطعجه اللي كانت فيه بتريح بتخف شوي وبطل ينفش. هو اللي اهم شيء النفشان، لانه الناس عمالها تشتكي من النفشان، تحكي لك بس ينشف شعري عماله بنفش، فاحنا عمالها نعمله عشان النفشه هاي كلها تروح، يبطل فيه نفشه. فهذا شيء كثير منيح وانا بنصح الكل يعمله صراحه، شو مكان الشعر، شو مكان طبيعه الشعر طبعا. يس، انه بالنهايه مفيد مش مضر. لا لا، بالنهايه هو كثير مفيد مو مضر، حكيت لكم. بس في ناس بيجي بيحكي لك شعري انا بتوك هيك، هو مش من الكيراتين بس هو حسب البرودكت اللي هم مستعملين. في انواع كثير سيئه بالبلد هون عندنا، الناس بيجوا بيعملوها بعدين بيحكوا لك شعري انا اتضرر، لانك انت رحتي على صالون واستعمل لك ماده سيئه. فهاد بس هلا مثلا الانواع المنيحه بالعكس كتير مفيده للشعر وكتير بتنفع. قد ايه بتقعد المده وانت بتعمل الكيراتين؟ هلا مده الكيراتين هو يعني بده وقت من ما يقارب من الساعه ونص لساعتين. يس. طيب يزن، ايش انواع التريتمنت؟ التريتمنت هلا عندنا احنا كذا نوع، عندنا ناشي، في عندنا مثلا كريستاس، في اللوريال، في الكافيار، هاي كلها انواع منيحه. بس هلا بتعتمد كمان حسب الزبون ايش بتفرق عن بعض. هلا بتفرق ببعض، في اشي مثلا بيجي بكافيار، في اشي بيجي من غير كافيار، في اشي بيجي مع اويل، في اشي بيساعد الشعر حسب نوعيه الشعر. طبعا يعني. طبعا هلا احنا دائما بنشوف حسب قديش متضرر الشعر وبعدين نعتمد على النوع اللي لازم احنا نستعمله عشان نحس انه الشعر استفاد، مش انه حطينا بس حمام زيت واحنا ما استفدنا ولا اشي فيه. طيب يزن، قبل ما ننهي، ايش النصائح اللي بتوجهها للمشاهدين كيف يديروا بالهم على شعرهم؟ ايش القصات اللي ممكن يقصوها؟ بنصح دائما اللي بده يقص شعره يقص قصه، مش لازم. انا مثلا بشوف نانسي عجرم لازم انا اعمل زيها، انه بنصحها انه دائما انه هي تعملها قصه يلبق لها لوجهها، مش انا اذا شفت لون غريب او قصه غريبه انه شرط انه انا اذا بعملهم لازم يجوا علي حلوين، لا مو شرط هذا ومش مقياس. احنا شرطنا دائما انه نعمل قصه اللي تناسب الزبونه، اللون اللي بيناسب بشره كمان الزبونه، فدائما نعتمد حسب الزبونه. واكيد يعملوا كيراتين. طبعا يعملوا كيراتين، واللي اهم من هذا عشان نحافظ دائما على الشعر زي ما حكينا دائما اعملوا له حمامات زيت، وكل شهر ونص لشهرين لو بتيجوا بتعملوا تريمينج. بعرف انتوا ناس ما بتحبوا تقصوا، بس لازم كل شهر ونص لشهرين نعمل لو تريمينج وما يطلع شعرهم مبلول. اهم شيء ما يطلع الشعر مبلول، لانه هذا الشعر المبلول مع الهواء بيقصف الشعر، يعني لو كانت قصه اليوم وطلعت مرتين وشعرها مبلول بالهواء كله راح يرجع يقصف من اول وجديد. شكرا كثير يا زن، نورتنا. عفوا، ثانك يو لكم وثانك يو لقناه الاردن اليوم. تسلم، شكرا، اهلا وسهلا. مشاهدينا، وصلنا لنهايه الفقره، بشوفكم بفقره جديده.